مساء الخير عليكم شباب. النهاردة هناخد حلقة جديدة مع بعض إن شاء الله. هي حلقة مش خاصة بالسيستم كسيستم، هي خاصة بالمجال عامة. شوية كلمات بالإنجليش عن مجالنا. هي بعض الكلمات بنسبة من 80 لـ90% هي اللي في مجالنا بنستخدمها في مجال السياحة. هناخد الكلمة وورد ترانسليت الكلمة وترجمتها ورقم الكلمة، مش مهم، بس خلينا في الكلمة نفسها. ايرلاين، اول كلمه عندي ايرلاين او ايرويز، شركه الطيران، تمام، زي مصر الطيران كويت ايرويز. فلايت نمبر، رقم الرحله، زي ام اس كي يو 123، سوري ام اس 123 او كي يو 123 زي كده، تمام. فلايت نمبر، كانتري الدوله، ممكن برضو كانتري كود، كود الدوله مثلا بنستخدمها في السيستم، الدوله ككانتري كود، سيتي مدينه، بيناليتي غرامة، فيز برضو رسوم او غرامة، ريفاند استرجاع، اللي هو استرجاع مبلغ مالي، اللي هو بعد ما يرجع التذكرة بتاعته يرجع المبلغ منها، ايشو تيكت اصدار التيكت تذكرة او عفوا ايشو تيكت اعادة اصدار التذكرة، اللي هو بيكون بتغيير التذكرة، بيغير الموعد، بيغير التاريخ كده، تمام. تشينج برضو يعني ريشيو او تشينج، الاثنين بمعنى واحد بالنسبة للتغيير، تمام. بس ريشيو تيكت اعادة التصدير. ايه هو اعادة التصدير اللي احنا بنعمله في التذكرة؟ بنغير الميعاد وبنغير التاريخ، بس مش بنعمل اكتر من كده في اعادة التصدير. والتشينج برضو تشينج في التاريخ او في الوقت، انا لما عايز اغير الرحلة بتاعتي فيغير وقتها يغير تاريخها، تمام. فبرضو الاثنين يعتبر بمعنى واحد، بس برضو في تشينج في البوكينج نفسه، تشينج كلاس، تشينج مثلا ستيتيو، كذا كذا حاجه، تمام. عندنا برضو بوكينج ريفرنس او بي ان ار نمبر، اللي هو رقم مرجع الحجز او رقم بي ان ار نمبر. على فكره البي ان ار نفسها انا نسيت اقول لكم، البي ان ار اختصار الباسنجر نيم ريكورد، اللي هي رقم الحجز نفسه اسمه بي ان ار، اللي هو الكارت، كارت العميل ده اسمه بي ان ار، اللي احنا قفلناه مع بعض اسمه بي ان ار اصلا، فباسنجر نيم ريكورد، تمام. هنا ديت التاريخ، تايم الوقت، ترانزيت يعني عبر، اللي هو ترانزيت رحله، هي مكمل الرحله يعني هينزل هيروح مثلا القاهره بحرين، وبعد كده بحرين دبي مثلا على البحرين الخليجيه، برضو دي رحله اسمها ترانزيت، تمام. التوقف ستوب اوفر، اوفر ستوب اوفر، قلنا مثلا على البحرينيه على الخليجية، هيجي من القاهرة بحرين مثلا، مش هينزل من الطيارة، ناس هتركب من مطار البحرين للطيارة اللي انت جاي منها من القاهرة، هتقف 40 دقيقة 50 دقيقة مثلا او ساعة وليكن، مش هتنزل انت منها، وبعد كده هتكمل رحلتك للبحرين، سوري لدبي، تمام. اسم المستخدم، يوزر نيم، اللي هيكون اليوزر بتاعك في اي، في فندق، في سيستم اميديوس جاليليو هو اليوزر نيم بتاعك. اللوجن تسجيل الدخول، برضو هتلاقيها ممكن لوجن او ترافل ايجنت لوجن في بعض الطيران الاونلاين مثلا. بارتلي يوزد، اللي هو جزء مستخدم من التيكت، مستعمل جزئيا. ريفاندبل، تذكره مسترجعه ولا لا، ده يعود على التذكره، من ريفاندبل برضو يعود على التذكره او الفندق برضو. تذكره مفتوحه، تيكت اوبن، سيت مقعد، اكويبمنت طراز اللي هو الطياره، انتري مدخل اللي هو زي ما قلنا الاكواد اللي احنا بندخلها دي عباره عن انتري، ايه مثلا افيلابيليتي الاتاحه، اي ان 15 اكتوبر كود كايرو مثلا، دي هي اسمه الانتري بتاعنا، كود رمز او كود برضو، ايربورت مطار، ايرلاين ريفرنس مرجع للطيران، اماديوس ريفرنس، اماديوس ريفرنس اللي هو مرجع، اماديوس اللي هو السيستم بتاعنا شغال عليه، افيلابيليتي الاتاحه او الامكانيه، كلاس يعني درجه، روت اللي هو المسار اللي هو خط السير الرحله من الى، تمام. ديستنيشن الوجهة والمكان المقصود، لاين نمبر رقم السطر، بيفور ديبارشر قبل الإقلاع، افتر ديبارشر بعد الإقلاع، اوفيس اي دي اللي هو المعرف او رقم تعريف المكتب، الاوفيس اي دي بتاعي في اميديوس، غير اللي هو ياتا منبر اللي هو العضوية بتاعت الياتا بتاعتك او رقم الياتا بتاعك، ده اوفيس اي دي اللي هو مع السيستم، سواء اميديوس او سيبر او جاليليو، في التلاتة دول هو اسمه اوفيس اي دي للرقم بتاعك، تمام. موفنيكس تحريك للامام، دومستيك فلايت رحله محليه او داخليه زي القاهره شرم الشيخ مثلا لو الدوله فيها مطارين، انترناشونال فلايت دولي رحله دوليه من القاهره كويت، القاهره باريس، القاهره اي دوله تاني،
تيرمينال اللي هي صالة الوصول بالمطار اللي هي بتكون فيها بتوصل فيها الطيارة بيطلع منها المسافرين، تمام، بيروحوا البوابة بعد كده. يعني زي مطار القاهرة فيه تلات مطارات، تيرمينال 1 تيرمينال 2 تيرمينال 3، كل تيرمينال ليه طيارات معينة بتدخل منه، بس جواهم بوابات تانية برضه، فهو ده اسمه التيرمينال. مبنى اللي هو مبنى الوصول، يعني مثلا في القاهرة التلاتة تقريبا بعدهم عن بعض مش كتير، بس الطيارة دي بتنزل في المبنى ده اللي هو التيرمينال ده، والطيارة دي بتنزل في التيرمينال ده، ومن جوه التيرمينال ده بيكون الصالة بتكون مجسمة من بوابات تانية للوصول والإقلاع. عندك هنا ديبارشر ديت، ديبارشر ديت تاريخ الإقلاع اللي هو اليوم والشهر. عندك ديبارشر تايم وقت الإقلاع اللي هو الساعة، تمام. هنا arrival time وقت الوصول، arrival date تاريخ الوصول، flight departure مدة الرحلة، booking status اللي هو حالة الحجز متأكد أو متكنسل هنشوف أو open، تمام، كذا حاجة في الحالة، baggage allowance، تمام، اللي هو الوزن المسموح لي، confirmed مؤكدة أو اتأكدت already، schedule change تغيير الجدول، time أو time change اللي هو تغيير الوقت برضو، hold اللي هو hold زي waiting اللي هو أو wait اللي هو على درجة الانتظار يعني، أو معلق، unable to confirm غير قادر على التأكيد أو مش متأكد أساسا، دي بتبقى في حالة إنه رحلة كانت في تاريخ وبعد كده اتغيرت أو اتلغت في التاريخ ده واتغيرت لتاريخ تاني، فالتاريخ القديم اللي اتلغت فيه الرحلة بيبقى يو إن اللي هي unable to confirm. status برضه حالة من حالات الحجز، التيكت كنسل إلغاء، سيف حفظ، ريسيف اللي هو بتاعتنا احنا في السيستم يمضي في السيستم عندنا وهي استلم، تمام، اتشيفر ارخص، كلوز اغلق او اغلاق، ترانزاكشن اجراء، فورم اوف بيمنت طريقة الدفع، نقدي كاش، عندي كريدت برضو، عندي فيزا، عندي اكسبريس، دي كلها انواع دفع، دايركت فلايت رحلة مباشرة، تاكسيز الضرايب، فير او برايس السعر، سعر او التكلفة، لو كوست تكلفة منخفضة، اجنور التجاهل او الغاء او اجنور يعني خلاص انهي اللي انا كنت بعمله، زي ما شفنا في السيستم بعد ما انا خلصت عملت اجنور للحجز بتاعي عشان ابدا خطوة شغل جديد على السيستم، تايم ليميت اللي هو الحد الزمني او وقت محدد، ده التايم ليميت ده اللي هيدولك الطيران زي ما شفنا احنا ادانا تاريخ قبل التاريخ ده لازم اكون مصدر التذكرة، هو ده التايم ليميت بتاعي بيظهر على الحجز بتاعك مجرد ما تقفل الحجز بتاعك بيظهر لك بعد ما تحط طبعا اسم المسافر والحجز بتاعك ورقم تليفونه والشركه وكل معلومات ايه الحجز، مجرد ما تقفل الكارت ممكن بياخد وقت برضه يوصل لك بعدين، تمام. وان واي اتجاه واحد، راوند تريب دي رحله ذهاب وعوده، سبيسيفايك ايرلاين شركه طيران محدده، تايم تيبل جدول زمني، التايم تيبل ده لسه هناخده مع بعض ازاي اعرف الرحلات بتروح من هنا لهنا امتى والمواعيد بتاعتها والطياره دي بتروح هنا ولا لا، يعني مثلا عايز اعرف من القاهره مثلا لبانكوك الطيران اللي بروح من القاهره لبانكوك هل المصريه بتروح دايركت ولا لا، هنشوف لسه هناخد الجدول ده من الزمن مع بعض ان شاء الله. دايركت فلايت رحله مباشره، هنا رولز قواعد او شروط الحجز، ريكويست طلب، ريتريف بوكينج استعاده الحجز خدنا احنا مع بعض دي، فويد الغاء التذكره بنفس اليوم، تمام، بدون رسوم، سبليت او ديفايد تقسيم اللي هو هنعرف تقسيم برضو نفصل او فصل المسافرين يعني اربع مسافرين مع بعض اربع مسافرين مع بعض، تمام، مثلا وجا بعد كده واحد منهم عايز يغير مش عايز يسافر معاهم بعد ما صدر التذكره وخلاص وخد ودفع وتمام زي الفل، فبعد كده عايز افصل واحد منهم، لما افصل واحد ده اسمه ديفايد او سبليت، تمام. ستيب هنا خطوه، فير بيزس السعر الاساسي ده اللي هناخده في الحجز برضو، ادفانس برشيز شراء بالدفع المقدم، مينيمم ستاي الحد الادنى للاقامه، ماكسيمم ستاي الحد الاقصى للاقامه، ايتينري مسار الرحله برضو اللي هي بتطبعها للعميل اصلا اللي هي مثلا كويت قاهره، قاهره لندن، لندن كويت، بالشكل ده هي دي اسمها ايتينري لمعلومات الحجز للعميل اللي بنديها للعميل، الايتينري بتاعت العميل، ريبوك اعاده حجز، ايكونومي كلاس الدرجة السياحية، بيزنس كلاس الدرجات اللي اتكلمنا فيها درجات الأعمال،
فيرست كلاس الدرجة الأولى. في برضه في بعض الطيران عنده درجات مختلفة، في فليكسي، في برايمر، في كذا، بس احنا الأساسي عندنا في السيستم الدرجات دي. درجات الباقية ممكن تتصل بالطيران وتعرف ايه الدرجة اللي عنده زيادة عن اللي احنا في السيستم، هي هتكون موجودة بس انت مش عارف، يعني ممكن يانكي كلاس دي مش يكون من المفروض. فبعض الطيران بيكون بعدها روجر كلاس زي الكويتية مثلا، ده بيكون برايم كلاس، برايم كلاس ما بين البيزنس ما بين الايكونومي، درجة في النص كده بينهم. تمام. هنا عندنا ادلت اللي هو البالغ اللي هو السن الكبير من 12 سنة واعلى، عندي تشايلد من سن من 12 سنة من سنتين سنة 12 سنة، الانفنت قلنا رضيع من سن يوم لحد سنتين، نوت سوري ريمارك او نوت ملاحظة، نوت احنا بنقولها عادي نوت في بالعربي حتى بنقولها. تمام كده بنكون احنا خدنا بعض الكلمات ومش كل الكلمات برضو، بس هو ده اللي انا قدرت اطلعه من شغلي اللي انا بشتغله. ف يعني انا مش جايبه من كتب، مش جايبه من حد، مش يعني انا بشوف في الحيز ايه يعني بالتعامل اللي انا بتعامله مع الناس هنا في السيستم، شفت ايه الكلمات اللي هي بتتداول كتير وقلت اعملها لكم، اعمل لكم حاجه بيها يعني فيديو بيها. ليه؟ لان انا لو عندي اللغه بسيطه، لو عندي اللغه مش قويه تمام، بس انا عايز ادخل مجال الطيران وخايف، لا ما خافش، لان الكلمات دي هتساعدك. يعني انا لو اعرف اي هاف هاز مثلا، اي ويل دو، اي مش عارف، طالما تعرف حاجات بسيطه يعني، هو طالما تعرف الحاجات البسيطه، بس خلينا نكمل النقطه دي الاول، طالما تعرف الحاجات البسيطه دي مع دول هتعرف تتكلم مع في اي مكان تروح. وحتى لو اتعمل لك تيست لا قدر الله ما نفعتش في الانجليش تمام، مع التدريب، مع من ان انا اصلا جاي هنا بقالي 7 سنين في الكويت، انا خريج كليه سياحه وفنادق للامانه، يعني انا مش هخجل منكم، انا خريج سياحه وفنادق، بس الانجليش ما كانش البيرفكت والبروفيشنال اللي انا يأهلني ان انا اشتغل اصلا. واتعمل لي تيست بالنسبه للتذاكر والطيران انا نزلت فيه بصراحه، هو مش نزلت، كان مستواي ضعيف، جبت حوالي 60% فيه، فما عجبش صاحب الشركه، خدت كورس تاني. تمام. فاللي هو ايه، مع الكلمات دي الشركة البسيطة هتقبلك، مش هتقبلك الشركة البسيطة، فتمام نزود ناخد كورسات بتاع، بس صدقوني مع الكلمات دي لو حفظتها هتشتغل بيها وتمام وزي الفل. ممكن لو اتعملك تيست مع الكلمات دي على فكرة ممكن تعدي معاك، لان المهم انك انت تفهم الكلمة وتجاوب، انت لو انت فاهم الكورس خلاص وفهمت كل حاجة تمام. فانت لو فهمت المعنى، انا الفكرة ان انا في حاجات ما كنتش فاهم معناها ان انا هو يقصد ايه بالكلام ده، فعشان كده انا ما عدتش المستوى اللي صاحب الشغل كان عايزه. تمام. ففي كل المجالات اللي في العالم كله تمام، في بداية الشغل او لما تروح تعمل انترفيو فيها مثلا، بيسألك في الكلمات او بيسألك في حدود المجال بتاعك فبالانجلش مثلا. فانا عندي كلمات الطيران اهو، ما خافش من حاجة خلاص، انا دي كلمات الطيران اللي هتسأل بيها. فبعد كده ادوات النفي، ادوات الاسئلة، الاجابة اجاوب ازاي، دي انت بقى ايه، دي اساسيات الانجليش نفسه، بس انت بتشتغل بالشغل ده. يعني انا اول ما اتصل بحد على سبيل المثال، هاي جود افترنون، جود مورنينج، جود ايفنينج، على حسب الوقت. يعني مثلا دلوقتي بالليل بتصل بالسيستم، هاي جود ايفنينج، بليز اي هاف ريفرنس دو يو كان اوبن ات، انا عندي حيز ممكن تفتحه، ادي حيز اوبن دي من يعني خلينا في حيز، جمله طويله طلعت من كلمه حيز دي، لان انا مش عارف اقول كلمه حيز، مش عارف اقول له افتح لي ايه. تمام كده. فلو عندي كلمة حيز وعارفها خلاص، مش محتاج اصلا ان انا يعني تبقى قصة بالنسبة لي او مشكلة بالنسبة لي. لا مش مشكلة ان شاء الله، ما في ربنا ما يجيبش مشاكل معانا، وان شاء الله هنعرف نشتغل ونعرف نعمل كل حاجة صح ان شاء الله. ربنا معاكم، والرجاء ادعمونا، لايك، سبسكرايب، شير، اللي انتوا تقدروا عليه، بكومنتات، باي حاجة، باي سؤال عايزينه تحت امركم. لو في استفسار لسه في اللي جاي، لو حد مثلا عنده ريفاندر ايشو، مش لازم في الحال، الناس اللي شغاله حاليا وعندها استفسار، اي استفسار فني تبعت لي، انا تحت امرها ما فيش مشكله، تحت امركم في اي وقت سواء حاليا او فيما بعد. عندك استفسار حاليا اوكي امين، ابعته لي وانا تحت امرك. عندك استفسار في اللي فات، في اللي جاي، في اي حاجه تخص السياحه والسفر، انا تحت امرك في حدود اللي اعرفه، لان انا مش كله اعرفه برضه. يعني انا في حاجات انا ما اعرفهاش، ما اعلى مني بصراحه، يعني مش معرفش، بس كورس سيستم اميديو سيبر اللي انت عايز تساله تسال، اي فنيات تانية تسال، لو ما عرفتش اجاوبها احاول اجيب لك الرد من اي حد اكبر مني واحسن مني في السؤال اللي هتساله لي، وخبره في السؤال اللي هتساله لي. وشكرا لكم، ومع الف سلامه شباب.